17 يشوفوا التغير حجمه ايه، والمناطق ما هي موجوده، يعني المناطق اللي حصل فيها موجوده وهي كانت موجوده دلوقتي بقت ايه، فيعملوا ده يعملوا ده، وبالتالي هتبقى ال 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 الرساله تبقى واصله للناس ان هو المواطن الامريكي ما جاش مصر، مش امريكان جوه مصر، يعرف حاجات لكن ما يسمعش ان مصر كان فيها ايه، اما يشوف كان يا الاماكن دي كانت عشوائيه، الله ده عملوا حاجات جديده، حصل ده ازاي، طب كان عندهم مشاكل، يبقى هي توصل تكون الرساله واضحه ما بين كانت مصر فين وبقت، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبقى مصر ان شاء الله زي ما الدنيا كلها بتشوف مصر النهارده. فاتح بيرول ده الرئيس التنفيذي لوكاله الطاقه الدوليه النهارده كان اتكلم على مصر، اعلن النهارده انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو داخل هذه الوكالة. اتكلم على قمة المناخ واستضافة مصر ليها، واتكلم على القارة، وأيضا اتكلم على العالم ما زال في حاجة واحتياج للغاز والبترول. مش هيجي وقت يتقال لك مفيش غاز مش عايزينه وبترول مش عايزينه. نتابع جانب من كلمته. سوف أتحدث عن سوق الطاقة العالمي. النفط وأسعار الغاز اليوم قد أصبحت في منطقة خطرة عند تعافينا كل الأسواق بعدما شهدت نموا استثنائيا في أسعار النفط، شهدت نموا في الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، ولكن هذا ليس كافيا. فنحن نعرف أن بلدان المنضوية تحت أوبك بلس لديها أهداف ناجحة، ولكني أرى أن هناك فجوة متزايدة بين الغايات التي وضعوها والإنتاج اليوم، وأمل كثيرا أن بلدان أوبك بلس سوف تقوم بتقليص هذه الفجوة باعتبارهم شريكا مسؤولا في أسواق الطاقة، يوفرون أحجاما وكميات كبيرة بحيث يستطيعون تلافي أي مشكلات قادمة. فيما يتعلق بالغاز الطبيعي نشهد أيضا ارتفاع في الأسعار لا سيما في أوروبا، وهذا في رأيي أمرا مقتنع أن تسييس قطاع الغاز في أوروبا ليس في صالح أي شخص، لا المنتجين ولا المستخدمين، ولذلك فأتوجه بالشكر لكثير من مقدمي الغاز الطبيعي المسيل الذين يوفرونه لأوروبا من الولايات المتحدة وصولا إلى قطر ومرورا بمصر، فبلدان مثل النرويج وأذربيجان أيضا قامت بزيادة إنتاجها. علينا أن نتلافى أي انخفاض شديد والتسييس لقضايا الطاقة. هنا بيتكلم على الغاز واتكلم على مصر، بقت مصر النهاردة دولة بتودي غاز، بتصدر غاز إلى أوروبا، بتلاقي الناقلات النهارده في المتوسط بتطلع من دمياط وايدكو محطتي الاساله هناك، واخده شحنات بتوديها لدول اوروبيه. فالنهارده هذا الرجل مسؤول عن الطاقه في العالم بيتكلم بيشيد بمصر من الدول اللي بيشيد بيها، اللي هي بتصدر النهارده وبتساعم وتساعد وتدعم الدول الاوروبيه في مواجهه ما قد يحدث من روسيا. طبعا روسيا هي المؤثرة وهي يعني اللي عندها تواجد كبير جدا السوق الأوروبي من جانب روسيا، ولكن طبعا مشاكل السياسية اللي حصلت ومشكلة أوكرانيا واللي بيتم فيها ويمكن